بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة كما أن الطاعات تتفاوت مراتبها ودرجاتها بحسب الأعمال ذاتها، وبحسب العامل، وبحسب الوقت، وبحسب السر، وبحسب الجهر. فالمعاصي أيضا تتفاوت مراتبها وآثامها عند الله عز وجل، ووزرها بحسب العامل الذي فعلها، وحرمة الزمان، وحرمة المكان، والجهر والإسرار. مبدئيا هناك ما يوصف بالمعصية، وهناك ما يوصف بالفجور. ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي يفطر في رمضان فيما بينه وبين الله، غلبته نفسه أو شق عليه الصيام. أما المجاهر هو الذي يفطر أمام ملأ وفي الطريق، فالذي يرتكب معصية ويجهر بها يرتكب معصيتين، يرتكب المعصية ذاتها ويرتكب معصية أخرى وهي المجاهرة بها. إنه حينما اشترأ على الله عز وجل وأظهر المعصية شجع ضعاف الإيمان أن يقترفوا هذه المعصية. يعني أوضح مثل في رمضان، فقبل 50 عاما تقريبا لا يجرؤ إنسان أن يتناول شيئا في نهار رمضان. أما حينما كثر العصاة وكثر المفطرون صار تناول الطعام في نهار رمضان شيئا سهلا جدا. إذن المجاهر يشجع ضعاف الإيمان أن يقترف هذا الذنب، إذن يحمل إثمه وإثم من قلده في هذا الذنب. والمجاهر كما يقال لا غيبة له. أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. فهناك معصيتان، المعصية الأساسية بحسب الشرع الإسلامي، ومعصية أخرى هي الجهر بها. نعم، لأن في الجهر بها تشجيعا للناس على اقترافها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ليس في ديننا أن تعترف بذنب لإنسان أو لآخر. اجعل هذا الذنب بينك وبين الله، اقبل ستر الله لك، الله عز وجل سترك وأبعد مكانتك عن أن تلوكها الألسن. فلماذا يفضح الإنسان نفسه؟ هاتان معصيتان. حتى ولو استفتى رجال الدين أو رجال العلم الشرعي وقال لهم ارتكبت ذنبا، فما الحكم في هذا؟ يجزئه أن يسأل الشيخ المفتي عن صديق له ارتكب ذنبا وقد كلفه أن يسأله عن حكم هذا الذنب. بهذه الطريقة يستر نفسه. يعني قد يرتكب ذنبا آخر بأنه يرتكب كذبة ولو كانت صغيرة. لا، هذا ليس كذبا مما نهى عنه الشرع. يقول لي صديق فعل كذا، ما سمى اسم الصديق؟ هو يوري عن نفسه. في المعاريض مندوحة عن الكذب. حينما كان النبي يهاجر مع سيدنا الصديق وسأله رجل للصديق: من هذا الرجل؟ وكان دمه مهدور، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. فقال الصديق: هو رجل يهديني السبيل. فأنا حينما أقع لا سمح الله في معصية ولا أحب أن تشيع عني هذه المعصية وأسأل مفتيا حول حكمها، أنا أوري بأن صديقا لي سألني عن حكم هذا الذنب، فما حكمه يا شيخنا العزيز؟ الشيخ يعطي الحكم فقط دون أن يعرف هذا المستفتى أن الذي أمامه هو واقع بهذا الذنب. هذا أسلوب مقبول عند الله عز وجل. إذن المجاهرة بالذنب هي معصية بحد ذاتها. نعم، وفجور واشتراء على الله سبحانه. نعم، وتعالى. ولكن ذكرتم أيضا أن المعصية بحسب مكانها وزمانها. نعم، أي للمكان حرمة. نعم، وللزمان حرمة. يعني ذنب في المسجد له عقاب مضاعف، وذنب في رمضان له عقاب مضاعف،
وتحرش بامرأة تلوذ بك لها عقاب مضاعف. الذي يزني بحليلة جاره عقابه مضاعف، الذي يزني بالمغيب عنها زوجها عقابها مضاعف، كما أن الطاعات تتفاوت في ثوابها بحسب التضحية وبحسب الصبر وبحسب الصوارف عنها، كذلك المعاصي تتفاوت في اسمها. فللزمان حرمة وللمكان حرمة وللشخص الذي عصيت الله معه حرمة. هذا الذي يدع اليتيم ذكره الله كنموذج ذنب كبير. اليتيم ينبغي أن تحسن إليه، فإن لم تحسن إليه فأنت بحقه عاص، فكيف إذا ضربته؟ فكل ذنب له مستوى. إذن ومن يرتكب الذنب في المسجد أو في المسجد الحرام، نعم، مثلا في الحرام نية الذنب ذنب. الله عز وجل لكرمه لا يحاسب إلا على العمل إلا في بيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. يعني هناك النية فقط، بل إن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما فعل فاحشة يحبون ولا فقط. نطق بها ولا اغتاب أحدا، لكن يتمنى من أعماقه أن تشيع الفاحشة بين المسلمين. قال هذا ليس مسلما، هو في خندق آخر غير خندق المسلمين. هل هناك أم على وجه الأرض تتمنى فضيحة ابنتها؟ فإن وجدت مثل هذه الأم حتما ليست أمها. حينما تتمنى أم شكلا فضيحة ابنتها هي ليست أما قولا واحدا. وكل مؤمن يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو قولا واحدا ليس مؤمنا. المؤمن يغار على مجتمع المؤمنين، يغار على سمعتهم، لا يحب أن تشيع الفاحشة فيهم. أما هناك مجتمعات غربية، مجتمعات تحب الفضائح، حينما يقبضون على فضيحة يروجون لها أيما ترويج. فالمؤمن ستير. هكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في النجوى فقال عليه الصلاة والسلام يدنو أحدكم من ربه فيقول الله له عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول الله له عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقره على ما فعل، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. يعني مما يقرب العبد من التوبة، مما يقربه من رحمة الله، أنه فعل ذنبا ولم يظهره للناس. يعني إذا بريتم بالمعاصي فاستتروا، معنى هذا الإنسان على شيء من الخوف من الله. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أنا أتمنى أن أذكر إخوتنا الشباب، قد يقول شاب لصديقه يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، هو لا يريد أن تشيع الفاحشة لكن يريد أن يستأنس، أنه ما حكم هذا العمل، ماذا أفعل؟ حتى هذا فيه شبهة كبيرة جدا، لأن الشباب حينما يلتقون ويستمع كل منهم إلى أخطاء صديقه كأنه يستأنس بالخطأ ويستأنس بالمعصية ويراها شيء طبيعي وعام وموفور. أما حينما يحافظ الإنسان على نقاء المسلمين ويستفتي أولي العلم وبشكل فيه كناية لا تصريح، هذا مما يضمن سلامة المجتمع المسلم. إذن الستر مطلوب والسؤال مطلوب، والسؤال عن نعم. استتر نعم. يعني المجاهرة بالذنب ذنب آخر، والمجاهرة بالذنب اجتراء على الله. في ملاحظة مهمة جدا، من هذه التي إذا زنت ترجم؟ نعم، التي تأتي وتقول إنني زنيت. نعم. يعني هو معلوم لديكم أن الذي يزني غير محصن يجلد 100 جلدة. نعم. أما الذي يزني وهو محصن يرجم حتى الموت. صحيح. لكن قد يسأل سائل متى نقيم الحد على الزاني؟ الزاني الذي يشهد 4 رجال أنه يزني بشكل فاضح
هذه بالنسبة للمحصنات. نعم، للنساء. معنى هذا الذي يزني أمام الناس يزني ولا يغلق الباب، لمجرد أن يغلق الباب نجا من عقوبة الرجم. معنى عقوبة الرجم لا للزاني المحصن، للزاني المحصن الفاجر الذي يزني على مرأة من الناس. ولكن ثبت في السيرة النبوية أن أحدهم جاء لرسول الله، هذه احترفت وحدها صلى الله عليه وسلم، وقال له إني زنيت. نعم، هذا لا يتعارض مع ما قلت، ذلك أن الإنسان ليس من واجبه الديني أن يعترف بذنبه، لكن شدة الورع التي نجدها عند هؤلاء الصحاب هي التي حملتهم على أن يعترفوا بهذا الذنب. أما كإنسان مسلم عادي، هل هو مكلف إذا وقع في ذنب أن ينقله للإمام؟ لا، ليس مكلفا، يقبل ستر الله له. لكن هناك حالات خاصة، أنا أفرق دائما بين الحكم الشرعي وبين الحالات الخاصة.